أمي يا حبا أهوى، يا قلبا أعشق دنيا، يا شمسا تشرق في أفقي، وردا في العمر شذا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هل كان وحان ربنا إن أن كسو قد بيو إلهي إذن كيسا صفة صلاة النبي كأنك تراها من التكبير إلى التسليم صفة دي صلاة دي النبي عليه الصلاة والسلام لغا بالله بالتكبير تا لغا قالو تسليم تا إذا مكيلاهي إيادا أو محوها موقال أه إن أن سوقت بيا أيان دون يا بإذن تعالى وحي أن كوقف النفط إلي الشيطان بيكا هذين وحي أن أصيبنا لا حول لي ولا قوة أرنتاس نمركي أن تي أركي لباتدا كهي ستبرشدة تكشدة أيان قو أن صدي إن أن سوقت بيو سي أمدي أغفى إذا استان بإذنه تعالى مركا بإذنه تعالى وحان اسكود يا إن أن يضو مقل إيا موقالة إن أن سوقت بيا أيان دونيا فضلا مركا قفك دليل كهلا عجلة داس إيادة جميع العلماء وجميع طلبة العلم قفكي كهلا وحاوية قفكي كهلا خلل وحان سي قلبي فورن وقعد سنينا إن أسو قد بيو قفكي وحاوية كلانا إلهي سبحانه وتعالى دمانتين إن نقو أنفعه وإنو نقو كيت مالنت يوم القيامة دمانتين أيان رجينا يا والله ولي التوفيق قفك مسلم كأه صلاة مركو استاغو وحال الربا إنو دمانتي وإستاغو أيا لو باين قفكو مركو دمانتي ها إستاغا عن لين هاي نس كسو أروري أما حذين يا أو دهايا لبضا لغوض قفكو إنتا حكا لغيو أنيغا ما قرانا يا يوسف أهان لكن علماء فقه مركي كهد دهايين مركو إستاغا يا قفكو وحاي دهن وحال الربا قدرك قفكو مركو استاغو ونن إنع أقوغينين لغهي سينو كلاقيو قار كودنا وحيب الدهين لبدي سلغوط تاكا وإنو قد حيسيو هل تاكا وإنو قد حيسيو قابك قفكو مسلم كالاقرب وحاوية لغهي سينو ستوسا قبلادا أبوتو سيو أيا لغة باحين dadka qaar waxa jira markay salaada u istaaga hayaan qofka xaggan ka jira cilibta sida ku dhahaaya oo sida lugti u soo qaloocin haya ayaa jira wa akhtaada la sameeyay ee kamid tahay qofku markuu istaagayo waxa la rabaa inuu labadiisa lugood uu si toos ah ugu istaago qofka salaada u istaagay haddoon nin rag yahay waxa waajib cayni akoo ah بعض العلماء أما بعض المذاهب نأي وكتا جن صلاة دي سوينين الأسحينين نن مسلمة أو صلاة استاجي أو مرض أو قواي أنق وكه سيسو أما سروال هالنقطة أما خميس هالنقطة أما معويس هالنقطة نن مسلمة أو وحو قبي هوس كقبي أي أنق وكه هوس مرتاي صفة سيا ذا أو صفة حرامة أما تلمان تصدع سقفك إني منزك مسلم كأ هوس وحا او كقبا اني ان قوا كو هوس مرتو وحرام وحرام قطعا وحال اسكو هيستا صلاتي سي ما صحيسا مس ما صحيسو وارين مركا غلينيس قفكا مسلم كا صلاتي سي ولول وين وحان دردار ماينا ان لغا فغادو نصوص اد او بدن يا وعيد اد او درمانا كو سو ارودي نين مسلما او مرضا او قبا هوس كقبا اي ان قوا كو هوس مريسو نبي غنا و خو كتل ما بي عليه الصلاه والسلام عبد الله بن عمر ان كنت عبد الله فرفع إزارك أبو كيري نبي قو حكرو يلي عليه الصلاة والسلام ما أسهل من الكعبين ففي النار قفكو مركا وصدا مركا ننك مسلم كأو استاغو مردي سوا إن أي أنقو كاكو الرئيس أنقو إني كاكو الرئيس أمبال الربا شرط ماها إني كور جرتو شرطنا ماها إني كور سارانتهي وإن أنقو أي مردي سوا كاكو الرئيس ننك مسلم كأو صلاة مركو قفكو صدا أو استاغو
waxaa laga rabaa haddii uu imaam yahay sutra ayuu dhiganaya meesha uu ku tukanayo hadday meel bannaan tahay dadka uu ku tujinayo imaamka waxaa laga rabaa inuu sutro samaysto hadduu masaajid ay tahay meesha uu ku tukanayana derbiga ayaa u noqonaya sutro dadka ku xirtay oo dhan ma'muumiintana waxaa sutro u noqonaya imaamka sutratu limaam sutratun lah dadka ka dambeeya oo dhan sidaa ayaa waxaa wey isagaa sutro u noqonaya sutrada in la samaystana waa waajib ama masjid ha noqoto ama keyrkeed ha noqoto sutro marka maxaa la yidhaahdaa waa tan waa dhudhun saddex loo qaybiyey haddaba taas intaasay dheer tahay taakadii intaasay dheer tahay sutro marka qofku waa inuu hortiisa sidaa u dhigto waa in weliba sutrada markuu dhigtana uu u dhowaado qadar neef adhyahuun uu mari karo waa inuu sutradii maaragtay maaragtay uu banneeyo meeshuu ku sujuudahayayo sutradu meeshay taallo neef adhaya inta uu maro waa in ay u dhaxayso ama inuu sutradii halkaas ka tago oo uu ka fogaado lama ogola sutraduna marka waxaa la yidhaahdaa shayga qofku intuu hortiisa dhigto qofkii dhinaca ka mara salaadiisa una dhibaato uga geysanaynin baa la yidhaahdaa sidaas waa sutra waxaa kaloo sutra noqon karta haddaad ka dheerayso oo sida kale oo kale mid weyn ka dhigato iyadana ceeb ma ah hadday tan ka sii yaraato oo tii hadda aan haynay ay ka sii yaraato oo tan oo kale noqoto iyadana ceeb ma ah taakadii la ekaato almuhim waxaa loo baahan yahay qofkii inuu sutro samaysto ayaa looga baahan yahay qofku markuu marka sidaa u istaago oo uu sutrada samaysto waxaa la rabaa salaadiisii inuu galo salaadda uu qofku galayo waxaa la rabaa inuu niyaysto niyada shardi salaaddii ka mid ah hadduun qofku niyaysanin salaad uma jirto meeshaa marka waxaan jeclahay inaan baraarujiyo salaadda waxa lagu dhex samaynayo waa afar shay waa shardi iyo rukni iyo waajib iyo sunan shardigu wuxuu dhacaa salaadda bannaankeeda waa weysadii waa tahaaradii waa istiqbaalu lqibla kulli waxaasoo dhan waxay noqonayaan shardi bay noqonayaan bannaanka salaadda ayuu dhacaya kuwana waxaa la yidhaahdaa arkaan oo waxay dhacayaan salaadda dhexdeeda salaadda dhexdeeday dhacayaan waajib isna salaadda dhexdeeduu dhacayaa sunan salaadda dhexdeeduu dhacayaa rukni iyo shardi shardiga waxaa la yidhaahdaa shayga haddii la waayo wixii loo shardiyey la waayahayo uu shardiga u ahaa maalan qof weysa inuu weyse qabo qofku waa shardi haddii uu qofku weyse qabin salaad ma tukan karo shardi waxaa ah in uu weyse qabo okay kama dhalanaysa inaad weyse qabto inaad salaadii tukatayn shardi kaasaa la yidhaahdaa rukni isagana waa shardigii waa salaadii oo shardigii oo kale ayuu la mid yahay laakiin haddii salaadda dhexdeeduuse dhacaya ruknigu wuxuu dhacahayaa salaadda dhexdeeda shardiguna wuxuu dhacahayaa khaarija salaad rukniga marka isaguna wuxuu la mid yahay shardigii buu la mid yahay wixii uu muxuu ahaa muxuu ahaa rukniga u ahaa haddii la waayana salaadiisii qofkii asagana waa buraytaa maalan waxaad ka tagtay takbiiratu lixraam allaahu akbar inaad tidhaahdaad ka tagtay oo sideed uga tegi kartaa qof muslima oo salaad u istaagay takbiiratu lixraam inuu ka tago miyay dhici kartaa haa sidee ku dhici kartaa waxaad soo gashay masaajid waxaad soo gashay imaamkii oo rukuucsan dadkii marka waxay leeyihiin allaahu akbar takbiirtii rukuucday la imaadeene takbiiratu lixraam miyay la imaadeen maya sidaas uga tegi karaa rukniga marka qofku hadduu kas uga tago salaadiisii way buri hadduu kama uga tagana laasim waa inuu asagii soo celiyo takbiiratu lixraam oo kale haddaad ka tagtay
وإن دب قصوا النقطة تكملة الإحرام وحي كدم بيينا هذا ربو النخونية واجب السجن وحالي إلى صلاة نحن يدو دعاء كسد وقفك وقتك وارغن يوك لصلاة دي سوي بوليسة هدو كما وقتكنا سجود سهوي أيكو كبهيا واجب مركع علماء التعريفين يعني السجن وحالي إلى هذا وشيء قفك هدو كتك أي عقابتك لنيسو هدو الله إمادنا وأجر كهلا هيو سننا وحالي إلى هذا شيء قفك هدو الله إمادة وأجر كهلا هيو هدو كتك ومارتي لإماننا ونن دنب اوغ ايمانين با حق تعريفات كلا يرادا صلاه دي marka qofku marku uu istaago takbiratu al-ihram qiyamki marka la timaado takbiratu al-ihram ayaa la imanaysa labadaadi gacmood farahaagi korbaad u soo qaadaysa laba meelood ba qofki takbiratu al-ihram uu geynaya gacanta imma hadwa al-mankibayn labadii sagarab ku tooskooda farahana wax yar buu isu dhaweynaya sida dadku ay kala qaadahayaan maya iyagoo aan isku dhaganeyn isku toosan laakiin waxad wal mankibayn ku aadinaya waxa dhici jirtay nabigu kaleey salaatu wasalaam inuu kor u qaado oo furuuc al udunayn inuu geeyo farihiisa ee dhagihiisa caaradooda inuu farihiisa geeyo oo sidaas ilaada nabigu kaleey salaatu wasalaam markaas waxa leedahay allahu akbar marka takbiirato gacantaadii bidix horta meesha intaana ka tagin gacanta waxaa ku banaan soo qaadideeda saddex waxaa ku banaan inaad la qaado takbiirtood hal mar tiraahdo allahu akbar waxaa ku banaan inaad tiraahdo allahu akbar kadibna aad gacanta soo qaado waxaa ku banaan adoon takbiirsanin adoon takbiirsanin gacantii intaad soo qaado inaad tiraahdo allahu akbar saddex baa kuu bannaan marka inaad la tiraahdo gacantii iyo takbiirtii aad isku mar dhahdo inaad dambaysiiso gacanta soo qaadkeeda iyo inaad gacantii soo qaadkeedii horaysiiso saddexdaba way kuu bannaan tahay gacanta bidix marka waxaa saaraysaa labadaada naas dhexdooda ayaad saaraysaa gacantaada midigna waxaad dul saaraysaa laba kuu bannaan wax yar inaad qabato ood sidaa u qabato iyo inaad iskor saarto labadaba waa lagu ogol yahay qabdu yar inaad samayso ood sidaa u qabato iyo inaad sidaa u kor saarto labadaba waa lagu ogol yahay halka markaad joogto inta aan hadda sheegnay la meeshaas waxaan ka ahayn gacanta in la saaro gacanta bidix sadriga aad saarto labada naas dhexdooda gacanta midigna labadaa sifo wixii aan ka ahayn ka mid ma aha sifadii salaadii nabiga calayhi salaatu wasalaam wa khayra alhadyi hadyu muxammadin sala allahu calayhi wasalam halkaa markii aad saarto ee takbiirsatay shaydaankaad iska naaraysa waajib bay kugu tahay acuudu billaahi min ashaytaan arajiim acuudu billaahi samiici alcaliimi min ashaytaan arajiim أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إيا إنا ترى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إنت بواكو بنانتاي مركال إنت ترى هذا وحال الله إمان إيسا افتتاحي دعوين بدن باكو سواروري سبحانك اللهم ربنا وحاكو سواروري دعوين بدن اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما تنقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد دعاء داس إيا دعوين كاليتوف ربضان وصوء عروري انت وواضح إيسا متكا تربطات كحولان إيسا كدب وحال ليدا هاي صلاة دي وحي نقون إيسا لما يكون نقون مت قراءة كور لوقا هذا هاي إيا مت قراءة الله خوص لوقا هذا هاي مت قراءة كور لوقا هذا waxa weeye waa saddex salaadood waxa weeye salaatul maqrib salaatul cisha iyo salaatul subxi casarka iyo duhurka ayagana sidoo kale waxa weeye hoos baa loo dhigtaa labada ragcadood ee cishaha ee dambe iyo maqribka ragcaddiisa dambe iyadana waa la siraystaa dhammaan midda kasta waxaa la rabaa qofka muslimka ah bisinka inuu siraysto
بسم الله الرحمن الرحيم إنو سريستا عيال ربا صلاتنا وحي كب اللابطا سيدان هوري أسو شيغني تكبير بي كب اللابطا هل كان مركات شوكت وحاد قليسا دعاء الاستفتاح لإماتي وحاد بالله يسا قراءة سورة الفاتحة مركي ولما بسنك آت سريستي كدب سورة الفاتحة مركة هل صفا كسو أرارتي نبي عليه الصلاة والسلام صفا دا بس على ربا قفكو إنو كنتو كدو غير كد إنو كنتو كدو لما أقول وهل كان صفا محيطاي إن آن آيادها سورة الفاتحة عن لا إسلحي ليرنين قفكو مركو بسنك سريستو الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وحن أولجدنا إن قفكي آية وآخر سورة الفاتحة آية هذا إن لا إسكحره أو قفك يرادو الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين كمد معها صفتي صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لإنه صرري آية كستاء سورة الفاتحة نبي عليه الصلاة والسلام آية بون أو أخرين تري بل وحصاء أرورتي حديث القدسي إلهي سبحانه وتعالى أوليه أي أدونكم مركو إلى الحمد لله رب العالمين وإلهي أجيبه يحمدني عبدي إلا إيا إنت أي كتلم ما نيسو كلكو آيات أخرية وما أركتي إلهي أجيبه قفكو مسلم كامركو وحالة ربا مركو صلاة كتيرو إنك أوندهي إن علم القراءة وصلك إيا وحا ويا فصلكو ما بناني هاي وحن كهر لينا واصفة دي صلاة دي نبيك عليه الصلاة والسلام لإن نصر راي قفكو مركا لما أقلو إن أو حريريو آيادها سورة الفاتحة إن أو حريريو لما أقلو وإن أوحا وي أو كلاقات قادو آياد إن أو إستاقع يا الربا كلكو سورة الفاتحة دميو وحال الربا إن أو هدو أي إن أو كدرو سورة كلا أما آياد كلا إن أو كدرو oo akhriya ayaa loo baahan yahay halka markuu qofku joogo wuu rukuucayaa kayfiyada marka qofku u rukuucayo waxa la rabaa in uu yiraahdo Allahu Akbar meesha marka khalad badan baa ka imaada oo maxay tahay khaladka ka imaada gacantii waxa la rabaa markasta oo qofku soo qaadayo inuunan gudbinin marku salaada xidhan hayay meeshu geeyay inuu talawsiinin baa la rabaa khaladka kale ka dhaca waxa weeye dadku markay iyaguna qaar kood rukuucayaan waxay leeyihiin ayagoo rukuucsan oo lawjihi haystay waxay leeyihiin Allahu Akbar hadda waxaad ogsoontihiin meesha waxa iska leh subhana rabbiyal azim wa bihamdihi qofku markuu rukuucayo وحال الربا مركا إساقا أو تاغن إنتا أونن ولي ركوعن أو أونن لو يحقب سنن إنو جيرهدو الله أكبر كدبنا إنو ركوع قفكو مركو ركوع أيو فريهي سوو كلاقين يا سعبدي سا على عشي سا وحو سارا يا كران كورتا لوغي سا فرها على هوسب أغير هدتين يا farahana wuu firdhinayaa sidaasoo marka uu rukuucayaa meesha uu ku sujuudayay baa la rabaa inuu fiiriyo waxaa mamnuuca oo xaraama inuu madaxa foorariyo sidaa yiraahdo sida dadka qaarkii ay dhahayaan markay rukuucsan yihiin waa xaraam inuu qaar taageeyana waa xaraam oo sida dadka qaarkood iyaguna markay tukanayaan ay sidaas leeyihiin ayadana lama ogolo sida nabiga kaleey salaatu wasalaam ka sugan waxa weeye inuu madaxiisa iyo miskihiisa inuu simi jiray salawaatu rabbi wa salaamu calayh gacantiisa siday u taalana la moodi jiray leeb waxaan jiraa qaanso xarig ku xidhan oo kale inuu u soo godmi jiray meeshaas iyada ah
waxaa bacd riwaayad waxay tilmaamayaan hadii biyo lagu simo dhabarka nabiga calayhi salaatu wasalaam sida uu u siman yahay in ay ku sugnaan lahaayeen biyuhu dingagixiisu sida uu u siman yahay nabiga calayhi salaatu wasalaam farihiina sidaasuu u kala firdhinaya marka sidaasaa la rabaa qofku inuu u rukuuco markaad labada low qabsateed sidaa u rukuucdo waxaa la rabaa inaad ku nagaato qadarka ugu yar ee qofku uu ku nagaan karo rukuucda waxa weeye inta uu ka dhahayo saddex jeer subxaana rabbiy alcadiim wabixamdih subxaana rabbiy alcadiim haddii ku daysto xitaa waa soo aroortay subxaana rabbiy alcadiim wabixamdihi subxaana rabbiy alcadiim wabixamdih subxaana rabbiy alcadiim wabixamdihi saddex jeer isagoo lowgii sidaa u haysta waxaa la rabaa inuu takbiirsado yacni inuu yidhaahdo subxaana rabbiy alcadiim baa laga rabaa kadib inuu soo istaago samica allaahu liman xamidah samica allaahu liman xamida markaad soo leedahay waa in gacantaadii aadan dhaafsiinin meeshii takbiirta markaad xidhanaysay ugu horraysay aad gaysay ama xadwa almankibayn ama furuuc aludunayn meesha waxaad ogsoon tihiin dad badan markay ka soo kacayaan rukuucda inay leeyihiin samica allaahu liman xamidah waa khalad mar kasta gacmaha markuu qofku soo qaadayo inta uu salaadda tukanayo gacmihiisu waxay u sii jeedahayaan salaadda markuu xidhanayo dhanku usii jeeday samica allaahu liman xamidah rabbanaa walaka alxamdu xamdan kahiiran tayiban mubaarakan fiihi intaa markuu akhriyo ayuu qofkii marka wuxuu aadahayaa rukuuc ayuu aadahayaa rukuucda markuu qofku aadayo waxaa la rabaa inuu sujuud baan u jeedaa markuu rukuucdii ka soo istaago waa inuu sujuud aado sujuudda markuu aadayo waxaa la rabaa inuu yidhaahdo allaahu akbar soo jeedaa qaar baa dadka markay sujuudaan ay waxay leeyihiin allaahu akbar waa qaladkii hore ee ku sheegnay rukuucdi qofku waxaa la rabaa marka uu sujuudayo gacmaha inuu soo hormarsado meesha aada ugu fiirsada nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa yabruk axadukum kamaa yabruku lbaciir walyadac yadayhi qabla rukbatayhi gacmihiisa ha hormariyo oo ha dhigo inta uunan lowgiisa dhigin marka uu marka soo socdo labadiisa low waxaa la rabaa inuu isu soo dhaweeyo gacmahana hormarsado labadii lowna sidaa isugu soo dhaweyso ayaa la rabaa labada lugood inaad iyagana isu soo dhaweyso gacanta meeshaad dhigayso markaad sujuudayso garbihii markii aad salaadda xidhanaysay meeshaad ku aadisay labadii meelood baad ku aadin kartaa furuuc aludunayn ama xadwal mankibayn waa inaad yarkana fogayso boodyihiina aad isu soo dhaweyso riwaayadda abu daawuud nabigu calayhi salaatu wasalaam inuu labada boodiya isu soo dhaweyn jiray marka uu sujuudayo qofkii marka waxaa la rabaa hadday u suurtagelayso ama uu imaam yahay ama keligii tukanayo oo qeybkii inuu dhibo uunan ka yaabaynin inuu iskala bixiyaa la rabaa qofku markuu sujuudayo nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam umirtu an asjuda ilaa sabcati acda ama araab waxaa weeye labada lugood ee dambe ee muxuu ahaa faraha caaradooda labada gacmood wejiga iyo sanka qofku markuu sujuudayo marka waxaa la rabaa shafkiisa inuu kor uga qaado dhulka inuu wejiga sidaa dhulka u dhigo wejiga iyo sanka inuu qofku isla dhiga ayaa la rabaa si ay kaameradu ii qabato waxaan isku dayayaa labadii boodiyo qofku markuu isku soo dhaweeyo waxaa ka dhalan shafkiisii inuunan dhulka u dhowaanin gacanta inuu sidaa yidhaahdo sidaa uu u dhigo wejigii iyo sankiiba inay dhulka qabtaan wadaadada qaarkood waxay dhihi jireen waa inuu qofku dhulka makaniyo wejiga iyo dhulka sanka hal mar inuu isla dhigo inta uu ukun ka jebin karo inuu dhulka ku xajiyo ayaa la rabaa
إذن هدي قف كل ماذا بوديه ون الإسكسور دوينين أو كل ماذا بوديه كرفقة يوحو كل عهيا نهجي أها إنه شفقة نلك صاروا أيو كل عيا إذن وحاكه رستاي كرين كل ماذا بوديه إسكسور دوينين هذا كل ماذا بوديه كرفقة يسسي هذا كوا أي سمين أيان شفقي ما نلك كارفلا يا محمود كلا كل عيسى ملك صفاتي صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وحياهيد نبيك عليه الصلاة والسلام إمام بوها لماذا بودي ساسو يسود وين شري ساسو قادو بيك شري وحالك إذا رمكو نبيك سجود سنيهي كلا دي سفقك كذلك شوه وآلك شري نايل ير ناف إله ودا شيء برار ير هدو دمعينو كدح بحنا وكدح به قليزينا بو يسوه هارين أيو نبيك عليه الصلاة والسلام مرد وحا رجع وإلى قركتو قف سجود أيه oo halka dhigaya saadahaya oo sankiisi aro ogolayn inuu dhulka taato madaxa bas uu halkaas u dhigaya saasu ma ku tukanayaa sankii waa dhulka ma dhigayo hadduu qofku ka sujuudi waayo acdaadii la amray inuu ka sujuudana salaadiisii waxa weeye meel adag ayay taagan tahay قفك مركو سجود سنة هاي وحاوة غبا إن لبادن لغوط إنو إساسارو سلا إنو إسمود وادا ما رغبا لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرص قدميه قمده سو إساساري جري مركو سجود سنة هاي صلوات ربي وسلامه عليه مكا واتكاك لنقفك أدوساس يا هاي تابتغدنا واتكتر يا ميسا wax badan ba khaldamaya qofku waxa loo ogol yahay marka uu sujuudsan labada sujuudo dhaxdooda cirbihiisa inuu ku fariisto labada sujuudo dhaxdooda cirbihiisa inuu ku fariisto ayaa loo baahan yahay waxaan ka wadnaa inuu sidaas ugu fariisto labada cirbood waa loo ogol yahay waxaan labada sujuudo dhaxdooda ahayn oo la ogol yahay in uu cirbihiisa ku fadhiisto ma jiraan hadduu dhaho waan ku ataxiyaadsan daruuro adag oo meel uu qoob ka dhiga masaajidka ama uu dhinac ka saara uu waayey hadday imaato mooyeen waxa weeye ama jirro ay jirto qofku uunan u fadhiisan karin sidan uuna u fadhiisan karin ama cidhiidi darteed afarta garjo intii laga galay xitaa markaa waxaa u bannaan qofka mar uu qofka kale ku dul rukuuci karo ku dul sujuudi karaa u bannaan markay saxmo adag jirto sida masjidilxaraam oo kale markay saxmada aadka u badan ka jirto idan waxaa la rabaa marka labadii markuu qofku marka sujuudsan yahay waa sidii aan ku sheegnay markuu rukuucsanaa waxaa la rabaa markuu wejiga dhulka dhigo فتح جاسم يراه يسبب وجه ملوك الله سبحان ربي الاعلى وبحمده سبحان ربي الاعلى وبحمده سبحان ربي الاعلى وبحمده انت كير هدو كير هدو oo isagoo mid sii socdana subxaana rabbiyal aclaa yiraahda markuu soo socdana dhaho midna uu sujuudda ku dhaho salaad uma jirto qofku marka uu marka sidaa u tukado waxaa imanaysa wax la yiraahdo attaxiyaadkii baa imanaya attaxiyaadku waa labo inuu yahay attaxiyaadkii dhexe iyo inuu yahay attaxiyaadkii ugu dambeeyey salaadaha marka rubaaciga ama afarta ragcadooda iyo salaada maqrib iyo salaada subax attaxiyaadkeeda intuba qofku markuu attaxiyaadsanayo sidana loo ogol yahay lugta bidix yuu hoos marsanayaa lugtan midigna faraha ayuu sidaa u dhiganayaa waxaan u malayn inaad aad ugu jeedaan sifadaas wax aan ka ahayn oo qofku markuu ataxiyaadsanayo uu ku ataxiyaadsan kara ma jiraan fadhigu sifada hadduu ka bedelmo oo sida dadka qaarkood ay dhahaan ay sidan dhahaan ama qaarkood ay sidan dhahahayaan ama qaarkood sidan ay dhahahayaan ama qaar sidanba ay dhahahayaan anisi ay ugu adkaysteen kolley maba garanaye kullu dalika
كم مد معها صفات صلاة النبي عليه الصلاة والسلام صفات النبي عليه الصلاة والسلام صلاة دي سوى كسو عرارتي سيدا كلية أي كسو عرارتي قفكو ينغو فريستو والتحياتك صلاة لها أفرتا صلاة مغرب التحياتك إذا كوبات هي صلاة الصبح مغرب كلمات يسمى إسنا والمد صلاة الظهر صلاة عشاء هي صلاة محوها عصر وحال الربا قفكو ينو لقتن بحيو تن اسمه بدشو تورق بو سمينا يا قفكي لقتن وليد اسمه بدشو ددكو حاجر حتى قال كوت فرها ساء الصاري لكن صفة النبي عليه الصلاة والسلام ساسو اجرد عنجلي فرها انتو دول كدقو سنة اجرد عنجلي صلوات ربي وسلامه عليه مركا فردقا صدح ذا صلاة ذات التحيات كوضا دنبه تورق كاسا قفك اللو اقول يهي وسو يره داري صلاة وقصو محوها تاقنا مركا وانسا شو وقفك النسان هيو مركا واتحياتنا يو وفرد مكي وأمارتك أفريستي وي سلاسة على رما مركا إنو أفريستو قولكو التحياتنا هيو كيفية ذا مركا لو التحياتنا يو بكا قعن تنبذيه وفكو فولنك سو سلا أصار هيا قعن تنبذيه نسيد وكالي وصول الله ويا فرح صدح لأه صول كلا دحضو سلا وغير قبن هيا التحيات مركو يراهدو إلا إيو إنت أو أما كا إستاغ إيو أما أو كا قل إيو أما أو كا سلام النقصان إيو قعفرتا سوحا ويا سلا سيؤتاقنا ليسا لبا قفك اللو أقول يهي إنو دقدقاتي فرتي أو سلا أو دقدقاتي إيو إنو أتاقناتو سلا أو أتاقناتو أيضنا أفيري وليبا أيا اللو أقول يهي كيفية الله رف فرت الله نقاتيه ووحب ذنب على اسمك في سنه شيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه وحديدن يهي فرت إنسان الله نقاتيه أيو كسهر جدا وحنا ليه يهي مركز أسلوب كله قد عربي قال يرادو سيد الرفع يخفض بال يرادا محوها هذا صقله معناها جودة أصل كأو تحريقة لكن لو قد عرب الأسلوب كذا سيد وحلويا كان نابو ليه يهي خفض إيه الرفع يوقفكم مركو فرت أنا قاتنا يو سلا سال الله قاتنا يا بولي يا شريف عبد النور رحمة الله عليه أو أن كجربت كذي تحريك فرتيسة وحوي يوانين علص ومارتي محدثة مركو فرت أنا قاتنا يينا سلا سود أنا قاتي إلهي سبحانه وتعالى هاي نود دايو حبر لا سوحة ويان ومضى سلا سو مركو أنا قاتني ألبانة سلا سو استغنا كت جي أو كودن تي رحمة الله عليه marka fatar dhaqdhaqaajin teedana sidaas weey atxiyaati koobad marka haday salaad u tahay salaadii subax sidaas uu qofku kaga baxaya isagoo ama u fiirin oo u taagan tahay farti ama u dhaqdhaqaajinaya haday noqoto salaadii ama salaad maghrib ama salaad dhuhur ama salaad asr ama salaad cishaa ay noqoto uu istaagaya qofku markuu ka kacayo atxiyaadkana tacjiin buu sameynaya farahiisa sidaas uu soo qabanaya sidaas uu marka uu istaagaya تكبيرتا مركا لغا إستاغا يو تكبيرتا مركا لغا إستاغا يو إيا تكبيرها كلابا قف كلابا ميلود با لو أقول يا إنو كو تكبير صلو عظيم وصيلا أفر إيا مركا التحيات كي بكتي إنا تراهدو الله أكبر آد إستاغتو ولغو أقول يهي وصفاتي صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بكم التاي وحاكا لغو أقول يهي مركز التحيات دي كك علي اتسلم تري وحاوية هنا تعديم بعض سمين فريه واتسلا أبو استاجيسا كذبنا واتستاجيسا الله أكبر بعد هذا وحا ممنوعة أو إن بدن أو لغاية عبادتك تكن هيا قارهان أئمة دادتك تجسه إن لغاية عبادتك إن الأقوم بدن أولا هين صفات النبي على صفات صلاة النبي عليه الصلاة والسلام waxa laga yaabaa inaad aragto wadaad si dhahaayo markuu sujuuda u sii socdo Allahu Akbar takbiirta marka waxay ka baxaysaa asluubkii luqada carabiga oo dhan way ka baxaysaa laana madka ugu dheer luqada carabiga waa lix
أسلوب كده الناب وبكبها هيا من مركو يستاجع يوحوية الله أكبر وده هيا أما وصيد تكبير سن أما وصا تكبير سن مدة يعني وحلقة يا بات شن يطمن قال يسبب إنه تكبيرتي وحوي حركة قال يسه إنه قارسيه أي الله يا باتاسنا وحابة وهي أسلوب كل وقد عربي أما تكبيرته على هيد وهي بكبر حيسا وحيب نقول وحان عربي جيب أهين بين قريسا وحنا قال يا قف كل عيا وحوي حرام أيون نقول يا هذا نهج يقول هذا كله شيء نوفى سهريا التحيات كاس مركو قفقة مركو كسو استاجو سيدي مركي هرا صلاة أو تكبير سنة يي أو حرن هي وقعنت وصو قاضي هي الله أكبر قعنتي نهال كذي أيو كعلينا يا سورة الفاتحة أيو آخرنا يا هذين نقطة صلاة سرية مر مرك قار كود وحلو قولي هاي قراءة إنه دتك مقشيو مثلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم أوكل وحيل إنه دتك مقشيو مالك يوم الدين أيضا أي تحي سلاد سريو مر مرك قار كود نبي عليه الصلاة والسلام ولقي سن هيان ومقل هيان صحابة إنه صررتي مركو آخرين هيو قراءة ذي سوي مقلحيين وحوكو أخريي ظهرك رقعة ظهره وحوكو أخريي رقعة عصرك ظهره أيضاً وإنوصا وظهره ماشا الملكة أيضاً وحضروري ونربائنا إن حسوسيو صلاة وحي أصو الصعون هوس بي أصو الصعون إيسا رقعة كوبا لهداتكو أخري في سورة الفاتحة ملكة أتكبح ذي هداتكو أخري هل بق يبرد رقعد كوبات أتقدم بيسيسي مثلاً سلاد عشاء هاي وحال الرواة رقعد لبعض عشاء أذكر قاضي سقراء هذا إن النص كاد نقطة قراء هذا هوس إن يوسف دكتال الرواة هوس إن يوسف صعته ومركا بكو آخر ذي رقعد يهوري هاف بك بركي إن أذكر آخر ذو رقعد لبعض سلاد عشاء أما ظهرك أما عصرك إن النقطة أيال الرواة مغرب كوالمد سلاد الصبح والمد هذا آخر ذو سورة دير وحال الرواينة سورة جابن وهاف كذا أكو آخر ذو سيد أبن النبي عليه الصلاة والسلام مركو سورة آخرية الجرس مركو آخرية أما سورة السجدة وحكدة بيسين جري سلوات ربي وسلامه عليه سورة حالتها على الإنسان سيد أي اسكن قلنا يا مركا آد بقف والبؤد دريم هي سيد أصل الربا صلاتي مركا قفكي إن انتو رقعدي كوباتكو آخرية بك فاتحادي مركو بغي كدب هذا مركي أور صلاة ركعت اللبات قال إنه بقي بد أخريه كمد ما هصفات صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وحال الربا إنه يسوء هوس وصوك للسعودان أي لو بهنية خطا هذا أما قففك ضدكو أي لغصة ما هي صلاة الأحليلة مثلا قفكو وحينو إنه سترها سمايستو هادو سترها سمايستو صلاة دي سا وحبك كمتش بيان هادو سترة دا كتاغو وحا سلاة دي سي جبين ايا وحبالان ايقا مدو هاوين اي قانقارتي دميرها كل وحا سرن واج جبين ايا هادي مركا سترة دا او سمايستو واج جبين ايا سلاة دي سي مجيرو هادو دمعو احد انو اساق يا سترة دي سكالة احمرو ويسكع علينا يا مركة كوبات مركة لبادنا ويسكع علين مركة صدحان النبي قوحور عليه الصلاة والسلام صفي عنها وقول قوله هيسكع علي رواية بها قال كدو حكوصو عرورتي فليقاتله هلا تقالمه وهدو قفك الدمعين صلاة ديسي قفك قويه فإنه الشيطان ويقول النبي عليه الصلاة والسلام أو فإن معه قرين أما وحا لجرة وحا ويا قرين حنبا لجرة تاوا دينا عصت رضا دينا عكليتا اي اخطالا كلا اولا سمي يو حاكم اذا قفكو ملكو يستاغو داد با لغوها سيدا او كلا قينا يا قولكو صلاة دا قلا يو لغوه كلا قينا يا هل كاسو كلا قيسنا يا قولكو هل كا كلا قيستو هادا او ملكو يسجود نقطو واكسو تغا يا حاقا حاقا نواكا ايمانا يا صلاة دي ملكا وحاقا يا
nahyigi wuxuu ku dhacaya la iska celiyay bal waxaa laga yaabaa inay u gudubto in uu ku dhaco dembigii ahaa uu yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam man sallaa waxdahu khalfa saf xadiiskii macnihiisii waxaa weeye falaa salaata salaadba uma jirto sababtoy tahay kolkii horuu lugihii kala geeyey hadhow markii salaadii la galayna rukuucdii markay imaatay ama sujuuddii imaatay meel laba qof geli karaan baa labadii dhinac kaga banaanaan wuxuu noqonayaa qof salaadii tukanaya oo aan cidna la xidhiidhin waxa weeye safafkii la xidhiidhin salaadiisii marka maxay noqonaysaa waxa weeye salaadiisii man sallaa waxdahu khalfa safi falaa salaata salaad uma jirtuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam hadduuba safkii ku dhex jirana waa baabul awla iyaduna noqonaysaa inuu waxa weeye ay salaadiiasi burayso akhdaada kaleete lagu sameeyo waxaa ka mid ah dadka qaarkood maba ogolo markay salaada galayaan in ay la xidhiirsadaan dadkii xaggan ka jiray iyo dadkii xaggan ka jiray wuuba sidanuuba dhihiba qaar baaba saa u istaagi dadka aa saasuuba u istaagayaa hadduu qof sidaa u taabta wuuba dhacayaa wuu agoogayaa waxaynu nidhi markii hore salaada galaynay marnaba qofkii waa inuunan waxa weeyaan meel uu ka agugayo dadkii kale ku dhacahaya ama asaga dhibaato ku gaaraysa waa inuuna u istaagin ee qadar uu inuu guto istaaggiisa si fiican uu u makansado waa inuu lugihiisii kala qaado ayaynu nidhi akhdaada kaleetee la sameeya waxaa ka mid a gacanta waxaa soo aroortay sidaan horey u sheegnay sadriga inuu gacanta bidix saarato kalena uu kor saaro ama uu qabto waxaad arkaysaa marka dad halkaa iska qabsanaya waxaad arkaysaa ku sidan u qabsanaya qaar sidan dhihi baa jira qaarna sidanayba leeyihiin qaar kelida iska qabsanayaan qaarna sidanayba leeyihiinba saasuuba iska dhahayaa waxaan sifadaas ahayn qofkii u qabsada gacanta ayaduna ka mid ma aha sifadii salaadii nabiga waxaa la rabaa gacantaada inaad halkaa saarto ima alqabdu wa ima albastu labadaas unbaa la ogol yahay kayf yacnisadri laabdhigu waa halkaa un gacanta midig baa laakiin labo la ogol yahay inuu kor saaro iyo inuu sidaa u qabto bas shafkaagana waa inay u dhaxayso axkaamtaan sheegayna oo dhanna rag iyo haweenba way ka dhaxaysaa waxaa marka aqdaada kaleete la sameeya ka mid a kolku imaamku yidhaahdo aamiin waxaan u jeedaa markuu waladdaaliin yidhaahdo yay waxay leeyihiin aamiin gacantay soo rogaayaan ka mid ma aha iyadana afgafka lagu sameeyo salaada dhexdeeda ayay maaragtay ka mid tahay gafka lagu sameeyo salaada iyaduna waxaa ka mid ah uuba laga yaabo xataa weliba inaad dad ee diintii garan haya in badan iyagoo samaynaya ama ay ka dhacayso inaad aragto ama qasdi ha ka noqoto ama kayri qasdi markay rukuucayaan gacanta halkanayba saarinayaan bawdiyada korkeeda samica allah subxaana rabbiya alcadiim buu leeyay luquntii saasuu u foorarin kuna saasuuba leeyahay kuna sidanuuba dhihi xaggaha xitaa wuuba laabi maalin dhawe nin ku agtukanayay sidanuuba ahaaba intaan ataxay salaadii intaana ka bixin intuu ka baxay ayuu iska tegey dhibku marka halkaasuu dadkii maaragtay iyadana uu inaga haystaa ee akhdaada kaleetee salaada lagu sameeya waxaa ka mid a qofku markuu salaada tukanayo waxaa la rabaa mowdica sujuuddiisa inuu fiiriyo dadka qaar baa saa dhihiba xilkuu saa isaga fiirsanaya alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin alraxmaan araxiim maaliki yowmi iddiin iyaaka nacbudu waiyaaka nastaciin اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال ساسو لي عكو اسكا فيرنا يا وحاو هاي ستا انو بسلات بكو تيرين او اسكا ماركتي دندن بو بيسا غدق دقاقي وصيدن وبا كل بقف كي كو حيقاي يوصيدن كلا يلوغيه بوصيدن لها يا لغيه بسا اسو نافسين يا عكنا ودور نبي بنا وحويد عليه الصلاة والسلام سمد او قفكو ماشي سجود انتو كاقاضا او سمد فيريو إنما هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة المرء ودفت ودفى يا شيطان قفك مسلم كصلاة ديسة حديث النبي عليه الصلاة والسلام معني سيدا سوها قفك مركا وحال الربا إنه في ريو ماشا ووحا ويان كو سجود يو سيدا سانا خشوع ودو آذاب تلقى ربا قفك مركا وسيو صلاة كتلا وحا ويان إن آو وحو آخرنا يو aqwaasha uu akhrinayo macaanideeda inuu ku tadaburo aayad markaad qur-aankii akhrinaysa waa inaad qur-aankii ku tadabirto
مركا سبحان ربي العظيم لذا وإن كنت تدبرته سبحان ربي الأعلى مركا لذا وإن كنت تدبرته مركا قفك إنه صلاة استوى كتيرة وإسكت تصرفه لما أقوله أخذ هذا كله القصة ما يو حكم ذا أيقنا قار سيدا دنا دنا سلا وإستاج ما بتشيله ها وب سيد فردها أيو إستاجنا يقاب كلوك تقاتل يسيد عليه ها سلا سب هو إستاج ما جس جس بوسيد هو إستاج هيا أيضنا وحوي لما أقوله وحصا أرورتي أيو حنجل أخذ هذا كله أيضنا لسه ما يو حكم ذا dad baa lawyaha horay geysanaya lawgii uu geynaya lugahi uu kala qaadaya lugahi markuu kala qaadana waxaan inuu wuxuu ku dhacaya shafkiisa baa dhulka tagaya markuu sujuudayna sidan uu baleeyay gacmihi wuxuu dhigaya halkan sidaas uu sujuudaya ama halkan uu dhigaya sidan uu sujuudaya si ayuu ruuha iyo mayuga uu sujuudaya أيضاً وحى ويان وأخطاء عن الأقرين أخطاء هذا فرحة بدن أيضاً لقصة ما يه وحى ويا التحياتك وانقصة علينا ينامك هرنا وان إشاري واسدن قارب بصاء التحيات سن قارنا سدنا يبوء التحيات سن قارنا وحيو التحيات سن يام بصدن هادو قف كسيدن كو التحيات سدنا صلاة با وما جرت علما بدن با كو تغتاي قف كو هادو سدا او التحيات سدنا لبدا سجودو دخدودا لوغيا قف كو سدا او فديستو هادو سيدن كو التحيات سدو اسغا او اغنحيغا كو سو اروراي صلاة دي سي با وا بوريسا علما بدن با كو تغتاي هادو قف كو مسلم كا ها صلاة دي سي غليو ميل لا اسكو با هايستو ما اسخداي مسما با اسخين ايادنا وحا ويهي إن كارت هذا أيه له ذا قفكم مركا التحيات كمركا أول لما يو سلامتي مركو سلامتي سلام النقصان يو صدح الريموت صدح الريموت صدح الريموت أيه وحوي لو أقول يا هاي قلكو سلامتك بحايو السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وامد وغبطنا النبي عليه الصلاة والسلام إنه صلاتك غبحه وحال لو أقول يا هاي أيضا أصار أرتي سنة كصار أرتي السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أيضا وصار أرتي وحاك لو صار أري إنه كغبح النبي عليه الصلاة والسلام هالمرة السلام عليكم ورحمة الله لنا عبا أسغوان ودقاق هل كلمرك أخذ هذا القسم يوحا كم ذا قفكو سيدا أي قعنتي سؤهيد فرتي أما هالك لقاتيو أما ها إشارة وحال ربا مركو كبها يا صلاة إنين قعنتي سو إسبدلين بال ربا فرطان إنين إسبدلين لكن أخذ هذا القسم يوحا كم ذا وحيب ليهن السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أرنتاسنا وخطأ جزيم نبي قصد أقع راضين عليه الصلاة والسلام أي موعد أقع راضي أي يريد نبي عليه الصلاة والسلام وحوقع راضين وحفظت معها وحان سد دار من أمرك دمانتين إن أنكفق أنه أخطاء يضع إلا ذها كلا وأيضاً وحى ويا لو أتذا كم إذا وحى ويا أفكو مركو ركوع أيه أخطاء الله سمعي وحى كم إذا مركو ركوع وحوليه هاي سمع الله لمن حمدا هروب كسي دوما أنا ينبا ما سمعين أيه مركو ركوع دي كسو استاجي سيدنا الركوع سنا مركو كسو استاجي ما با ما ببغن هي جوكسي أصلاً كل كيسي بقطن سنين سيد الملك هو ساقع وحبلية هاي سمع الله لمن حمده هروب كسي لكسي ركوعيا قف كسي لا سمعيا يسقون صلاة وما شرتو وحوي لأن حس اللون ده طمع نينا دو وركن صلاة كم ده هذا قف كسي وقت جنا صلاة دي سوى بريسة هذا كم وقت جنا وإنه سعليه أو حوي يدي وكسر عليه أحزان قلبي لا تزول ح
حتى أبشر بالقبول أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول أتيناكم لنهديكم أزاهيرا وريحانا بألحان نصوغ لكم فنون الشعر ألوانا أتيناكم لنهديكم أزاهيرا وريحانا بألحان نصوغ لكم فنون الشعر ألوانا أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا فسبحان الذي يهدي ويشفي حيرة العبد ويعطي دون ما حدي جزيل الأجر في الدنيا فسبحان الذي يهدي ويشفي حيرة العبد درس جاني عاو إن شاء الله تعالى صفات صلاة النبي أنت أنك قرتي أنت أصلا كسو قبا قبي سنين وحي سؤال أو أن كتقول ويديسان إن شاء الله تعالى والدين كجواب يا وحي أنا سبي وحوي لا حول لي ولا قوة وحي أن كقفينا وحوي إلهي سبحانه وتعالى بري بكيهي نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام بري بكيهي أنا جن الله يقدم بدافو جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمي يا حبا أهوى يا قلبا أعشق دنيا يا شمسا تشرق في أفقي وردا في العمر شدا أمي يا حبا أهوى يا قلبا أعشق دنيا يا شمسا تشرق في أفقي وردا في العمر شذا